السلام عليكم. قص الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى شيئا مما لقيه أثناء رحلته في طلب العلم، فقال: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري سرنا إلى الجار وركبنا البحر، وكنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي شيخ وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفنى ما كان معنا من الزاد وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فنى ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالث كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ مغشيا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحب النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى صلى الله عليه وسلم، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوه معهم الماء في إدوات فسقوا وأخذوا بيده، فقال لهم: رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقي، قال: قد ذهب إلى ذاك جماعة، فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم، وأتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، فجعلنا نمشي جياعا عطاشا على شط البحر حتى وقعنا إلى سلحفات قد رمى به البحر مثل الترس، فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفلق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض، فأخذنا من بعض الأصداف الملقى على شط البحر فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملهم فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع ويقول لخادمه: هات لهم باليقطين المبارك، فيقدم إلينا ذاك اليقطين مع الخبز أياما، فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا باللحم المشؤوم، وجعل يسمع الرجل صاحب الدار فقال: أنا أحسن بالفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتنا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر.